حليم وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيم وعود. وزي ما تعودنا في كل حلقة، الرب بيبعث لنا ترنيمة جديدة أشكره وأعظم اسمه، دائما برجع الفضل لإله، لأنه هو اللي بيبعث اللحن، هو اللي بيبعث الكلام، فإحنا بس منعرضها، وياريت منعرضها صح. هو بيبعثها بصورة أكمل وأوضح أكيد، لكن أنا في محدودياتي بتلقاها بهالطريقة، وبصل اللي توصل لقلوب السامعين، لأنه مسج أو رسالة منه هو. ترنيمة اسمها شكرا يا أبونا السماوي شكرا. رب المجد يسوع لما علم تلاميذه الصلاة، لما سألوه طب إحنا كيف نصلي، كانوا مشغولين بأنماط وطقوس معينة في العهد القديم بالصلوات قبل السيد المسيح، فقال لهم بكل بساطة، قول أبانا الذي بالسماوات، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. يعني تصوروا قديش عمق هالجملة هاي الأولى، أبانا الذي في السماوات، يعني أنت بدليلة البنين تخاطب أبوك السماوي. وهالعلاقة بينك وبين أب سماوي، إحنا بنعرف العلاقة بيننا وبين أب أرضي إذا كان صالح. وهي لمحة بسيطة، لأن أبوك وأبوك السماوي، أبوي السماوي أب صالح ولا يتغير، وصلاحه دائم وصالح للكل، وصالح في كل حين ومع الجميع. كم إحنا محظوظين اللي عرفنا إنه لنا أب في السماء، هو الله المهاب السيد، الإكرامه ومهابته واجبة على كل واحد فينا، لكن منه هو سمح لنا نقول له يا أبونا السماوي. اتمتع وتمتعي في هالأب، في هالبنوة لهذا الأب العظيم، وما تنسى تشكر، لأنه أنا متأكد لو دورنا في كل جوانب حياتنا إحنا مليانين منه في كل شيء. صالح فهو عطية منه في حياتك، قل له شكرا يا أبونا السماوي شكرا. ماشي معانا على طول، واليوم جايين نشهد ونقول شكرا على كل السنين، ترثي لضعفتنا وتعين، إله صالح، إله أمين، وخيرك مالي حياتنا دايما. شكرا يا أبونا السماوي شكرا. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. صاحب السلطان وخالق الحياة، حبيت الإنسان وغمرته إحسان ومرحمك تبعاه. يا أبونا الحنان صاحب السلطان وخالق الحياة،
حبيت الإنسان وغمرته بإحسان وما رحمك تبعاه ماشي معانا على طول واليوم جاي نشهد ونقول ماشي معانا على طول واليوم جاي نشهد ونقول شكرا على كل السنين ترثي لضعفتنا وتعيد شكرا على كل السنين ترثي لضعفتنا وتعيد إلى صالح إله آمين وخيرك مالي حياتنا دايما شكرا يا أبونا السماوي شكرا شكرا يا أبونا السماوي شكرا لو تقلوا الأحمال تعالوا إلي إله الجلال رب الكمال مانح كل عطية من كان غيرك قال لو تقلوا الأحمال تعالوا إلي إله الجلال رب الكمال مانح كل عطية ماشي معانا على طول واليوم جاي نشهد ونقول ماشي معانا على طول واليوم جاي نشهد ونقول شكرا على كل السنين ترثي لضعفتنا وتعيد شكرا على كل السنين ترثي لضعفتنا وتعيد إله صالح إله أمين وخيرك مالي حياتنا دايما شكرا يا أبونا السماوي شكرا شكرا يا أبونا السماوي شكرا شكرا الكفاية هديتنا الثمين يسوع الأمين عطية العطايا راعي معين طول السنين وفيك الكفاية هديتنا الثمين يسوع الأمين عطية العطايا ماشي معانا على طول واليوم جاي نشهد ونقول ماشي معانا على طول واليوم جاي نشهد ونقول شكرا على كل السنين ترثي لضعفتنا وتعيد شكرا على كل السنين ترثي لضعفتنا وتعيد إله صالح إله أمين وخيرك مالي حياتنا دايما شكرا يا أبونا السماوي شكرا شكرا يا أبونا السماوي شكرا Thank you.
ماشي معنا على طول، واليوم جاي نشهد ونقول ماشي معنا على طول، واليوم جاي نشهد ونقول شكرا على كل السنين ترثي لضعفتنا وتعين، شكرا على كل السنين ترثي لضعفتنا وتعين، إله صالح إله أمين وخيرك مالي حياتنا دايما، شكرا يا بونا السماوي شكرا، شكرا يا بونا السماوي شكرا، شكرا يا بونا السماوي شكرا. مقام الترنيمة كان نهواند الدو أو سي ماينر. مقام محبب لكتاب الترنيم، خاصة اللي بيكتبوا على بيانو أو جيتار، لأنه ما فيش فيه أرباع أو ربع تون أو سيكا. ونسمع مع بعض تقسيمي على هذا المقام. بودعكم وبترككم في رعاية هذا الآب السماوي الحنون الذي يتقدس اسمه، دائما بصلي في حياتي وفي حياتكم، ودائما يكون سلامه بيملاكم ويدوم فيكم سلام المسيح. ترنيمي وعود.